حماتي وهي بتموت لقيت حشرات طالعه من بقها. حماتي ميته بقالها اسبوع والمنظر مش عايز يروح قصاد عيني. مش قادره اتخيله، مش قادره اتخيل اني شفت كده. جسمي كله بيتنفد اول ما بفتكر. حماتي كانت ست قويه وجباره، بس ما كنتش اتخيل ان هي هتكون كده. الست اللي جت غسلتها بقت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي ناس جت ومبقتش عايزه تكمل، ومحدش كان فاهم اللي حصل، ومحدش فاهم ليه حماتي بيحصل لها كده. حماتي قبل ما تموت فضلت شهرين عندها مرض محدش عارفه، كل الدكاتره احتارت، محدش كان عارف عندها ايه. اللي يقول عندها اشتباه كانسر، واللي يقول ان هي هرموناتها وضغطها وكل حاجه سبب لها كارثه، واللي يقول ان عندها شبه جلطه. محدش كان فاهم تشخيص معين. دكاتره كتير قالوا كلام كتير. كانت تعبانه قوي، اتهدت بمعنى الكلمه. عارفين يعني ايه لما يكون حد قوي قوي وجبار قوي وفجاه يقع والدنيا تتهز من تحت رجله؟ دي كانت حماتي. كنت ساعات بقول حماتي دي عمرها ما هتتعب، حماتي دي ما بيجيلهاش حتى دور برد. كانت ست قويه وجباره. كنت ما بحبهاش. ايوه ما كنتش بحبها. انا ما شفتش منها قليل، ومش انا بس، ومش رايي انا بس، حتى سلايفي ما كانوش بيحبوها، الجيران ما كانوش بيحبوها، كل الناس ما حدش كان بيحبها. اصلا هنحبها ازاي وهي كانت صفاتها صعبه جدا؟ بس ما كنتش اتخيل ان النهايه هتكون قاسيه كده. انا عارفه ان ربنا عادل وحكيم، لكن اول ما ماتت وابتدت الناس تيجي ومحدش عايز يغسلها، وعدى على ده 4 5 ساعات ولقينا حشرات طالعه من بقها، ساعتها انا اتفاجعت واتصدمت، ما بقتش مصدقه ايه اللي حصل. هي ازاي حصل لها كده؟ يا ترى ده فعلا عشان كانت بتتكلم عن الناس؟ يا ترى ده بسبب انها كانت بتخوض في اعراض بنات كتير؟ ايوه، حماتي بسببها راجل طلق مراته في وسط الشارع، راجل وقف قال لمراته انت طالق بسببها هي، لما هي لعبت في دماغه. وكانت دايما تقول له يا ابني انا ست كبيره وماليش في القيل والقال، لكن مراتك مش ماشيه كويس، خد بالك منها. شككت الراجل في مراته، شككته بسبب ان كانت ليها واحده صاحبتها منتقبه. وكانت دايما حماتي تقول ده تلاقي واحد، يعني انتوا مصدقين انها واحده هي اللي بتيجي تزورها؟ دي بتجي لها الساعه 10 و11 و12 بالليل، اني واحده دي اللي اهلها هيسيبوها للساعه 12 بالليل في الشارع؟ ده تلاقيه واحد، خاصه ان جوزها بيسافر وبيقعد 10 ايام بره، تلاقيها مقضياها. وليعوذ بالله، كانت اسهل حاجه عندها الخوض في الاعراض. فضلت حاطه الست دي في دماغها لمجرد ان حصل موقف مع الست دي، موقف واحد، وان حد من العيال الكتير اللي بيبقوا في بيتنا، ولاد بنتها وولاد ابنها وعيال كتير في البيت، ضايق الست دي. فالست راحت تشتكي لها، وازاي تشتكي وازاي تفكر اصلا انها تيجي؟ حماتي بهدلتها وهزقتها. الست قالت لها انت شكلك كبرتي وخرفتي. ومن هنا حماتي حطت الجاره في دماغها وفضلت وراها لحد ما جوزها طلقها في وسط الشارع. جوزها طبعا كان بيسافر وصدق الكلام اللي بيتقال عليها، ومن كتر الاشاعات اللي حماتي طلعتها الناس بقت تردد الكلام، وبقت الست في الرايحه والجايه بيتقال عليها اسوأ كلام. حماتي كانت ممكن لو واحده جاره رمت الزباله قدام باب بيتها وهي مش عاجباها الحركه دي، او الريحه مش عاجباها، ما تستناش الراجل اللي بيجي يلم القمامه وياخدها، لا ما بتستناش، كانت تخبط وتاخد شنطه الزباله وترميها لها في وسط الاوضه او في وسط الشقه، وتقول لها زبالتك ما تطلعهاش غير لما الراجل اللي مسؤول عنها يجي ياخدها، لكن ما تطلعهاش بره وتخلينا اتضايق واشم ريحه مش حلوه. لكن هي كانت بتعمل كده عادي، كانت تعمل اللي هي عايزاه. في ناس كتير جدا كانت بتخاف وتقلق منها، ناس كتير جدا كانت بتعمل لها ألف حساب. أنا واحدة من الناس ما سلمتش منها، كانت دايما بتقوم جوزي عليا، كانت دايما تخليني أغسل لها السجاد وأغسل لها الستاير، وأول ما جوزي يرجع تعيط وتقول له مراتك ما عملتش أي حاجة، ده بيعملوا لي الحاجة بالتيلة، بيعملوها بالضلين، وأنا ما أحبش أشحت من حد، اللي عايز يعمل يعمل ولا مش عايز عنه ما عمل. كنت أبص لها وأستغرب، هو كل سلايفي عارفين الحقيقة وكلهم ساكتين ما يقدروش يتكلموا؟ اصل اللي يقف في وش حماتي كانت بتفرمه، اللي يقف قصادها في شر كان يا عيني على اللي ممكن يحصل له. قولوا عليه يا رحمن يا رحيم. حماتي ما سابتش حد في حاله، حتى امي ما سلمتش من شرها. انا ابويا ميت وانا 4 سنين، وامي عاشت عمرها كله تربيني وما فكرتش تتجوز، عندي اخين ولدين، امي وهبت حياتنا لينا. ولما كنت اجي احكي عن امي في اي قعده واقول قد ايه امي ست جميله واصيله، ست تتشال فوق الراس،
تفضل تعمل حركات بوشها ما تعجبنيش، وتفضل تقول يا عالم كانت بتعمل ايه، اصل فلانه الفلانيه كانت قايله برضو انها قاعده تربي في العيال، وفي الاخر اكتشفوا انها كانت متجوزه راجل تاني في السر. في ستات كتير تحب تعمل الحاجه في الصندوق ومحدش يعرف عنهم حاجه. كنت اتعصب واتضايق واقول لها لكن مش امي، امي عاشت عمرها كله عشاننا والباقي من عمرها برضو عشاننا. كانت منعه امي تجيلي. عمري ما هنسى اول يوم في جوازي، امي كانت جايبه لي زياره زي اي ام بتجيب لبنتها يوم الصباحيه، والست ما كانتش مقصره، كانت بتحاول تعمل اللي في ايديها، خاصه ان احنا يتامى وابويا معاشه كان على قد الله يرحمه. المهم ان امي جايبه لي فطير وعسل وجايبه لي حاجات كتير. اول ما امي جابت الحاجه لقيت لها وقفتها على السلم وقالت لها هاتي وريني انت جايبه ايه لبنتك. طبعا امي قالت لها ده انا جايبه لك انت كمان يا حبيبتي، وطلعت فطيره من الفطاير اللي كانت جايباها واديتها لها. لكن حماتي شافت ان كده امي بتستهزأ بيها بتديها فطيره طبعا، وقالت علينا ان احنا عالم شحاته وعالم جعانه ومعناش فلوس، وان اساسا كانت الجوازه سوده، ومسكت ودن جوزي بهدلته وقالت له ليه حكمت على نفسك بالشقه والتعب؟ ليه تكون دي نصيبك؟ ناس على القد وشح وما حلتهمش، الست جايه تديني فطيره. وفضل الموضوع ده حديث العيلة أكتر من 3-4 شهور. كانت حياتي كلها في نكد بسبب إن أمي جاية تزورني زي أي أم وتجيب لي الحاجات اللي مفروض أفرح بيها واللي مفروض هم أصلاً مالهمش دعوة بيها. لكن حماتي كانت ست صعبة، كانت ست قاسية، كانت ست ما عندهاش رحمة، كانت ست دايماً بتحب تجيب في سيرة الناس. هي دي حياتها، توقع فلان وفلان، لو جابت حاجة من الراجل اللي معدي تحت البيت بالخضار وطلع حاجة واحدة ضربة، أول ما الراجل يمشي يجي تاني يوم تاخد الحاجة وتحدفها فوق راسه من البلكونة وتقول له عشان بعد كده لما تعبي لي الحاجة تعبيها بضمير وما تفكرش تحط لي طماطمية مفعصة، أنت ما تعرفش أنت بتبيع لمين. كانت الناس دايما تقول لها حسبي الله ونعم الوكيل. كلمة حسبي الله ونعم الوكيل كانت بتتقال على حماتي بشكل عمري ما كنت أتخيله. يمكن أكتر حد في الدنيا كانت الناس بتحاسبن عليه، بس ما كنتش فاكرة إن دي هتكون نهايتها. كنت عارفة إن موتتها هتكون صعبة، كنت عارفة إن هي مش هتبقى زي أي حد هيموت موت عادية. كنت بفكر إنها ممكن تموت والعوذ بالله بحرق، أو تموت في موتة شنيعة، لأن هي كانت بتولع بين الناس. كانت عندها قدرة إن تخلي الجيران يمسكوا ببعض، كانت عندها قدرة إن تخلي البيت كله حريقة. أنا وسلايفي كنا ممكن نمسك في بعض. كنت أقعد مع سلفتي تقولي قد إيه هي بتجيب سيرتي بالوحش، رغم ان عمري ما عملت لها حاجه وحشه. وبرضه لما كنت اقعد مع حماتي كنت اسمعها بتجيب في سيره سلايفي وتقول عليهم وعلى اهلهم ابشع كلام. كانت بتقول عليهم كلام عمري ما شفته ولا عمري كنت اصدقه، لان زي ما كدبت عليا وعلى امي تقدر تكذب على اي حد وتقدر تقول على اي حد اي حاجه. كنت عارفه ان النهايه تكون قاسيه. كنت دايما اقول لجوزي انا خايفه قوي على امك، هي أمك هتتعظ إمتى؟ أمك هتخاف ربنا إمتى؟ الغريبة إنها كانت بتصلي، كانت بتصلي الفرد بفرده، ما كانتش بتفوت فرد واحد. طب إزاي بتصلي وبتعمل كده؟ مش الصلاة بتنهى عن الفحشاء والمنكر؟ إزاي كانت بتصلي وبتقدر تخوض في أعراض الناس؟ إزاي كانت بتبقى سعيدة لما تشوف بيت بيتخرب؟ إزاي كانت بتبقى سعيدة لما تشوفني مذلولة ولما تشوف أمي مذلولة؟ أمي عمرها ما جات لي من بعد اليوم ده قالت لي يا بنتي عيشي واكفي خيرك شرك، اذا كان جيت لك يوم الصباحيه اقعد 4 شهور يجيبوا في سيرتنا، امال لو جيت لك زياره تانيه هيعملوا فينا ايه؟ انا قلبي وجعني مش عارفه ازعل عليها ولا افضل زعلانه منها، مش قادره اسامحها، وبفتكر مواقف كتير بتخليني فعلا مش قادره اسامحها. لكن منظر موتتها ما بيروحش من بالي. الست اللي بتغسلها قالت الست دي كانت بتعمل ايه؟ اقروا لها قران كتير، تصدقوا على روحها كتير. مسكت ولادها وقالت لهم امكم اعمالها مش حلوه، امكم اعمالها مش حلوه، امكم اكيد كانت بتعمل حاجات مش كويسه. طالما ده حصل والله اعلى واعلم، اقراوا لامكم قران كتير وتصدقوا عليها كتير. انا فعلا مش قادره انسى المنظر، ومش قادره اتخيل ان دي كانت تكون نهايتها. خايفه، يمكن الموت مكتوب علينا، لكن انا خايفه من الموت. انا طول الوقت خايفه من تصرفاتي، براجع نفسي طول الوقت، براجع تصرفاتي، مش عايزه يتحكم عليا زي اللي اتحكم عليها. وعشان كده انا حبيت اقول لك قولي للناس
خلي الناس تتعظ، الناس اللي بتاكل في بعض، اللي بياكلوا حقوق بعض، الاخوات اللي مقطعين بعض على الورث، اي واحد بيخوض في عرض جارته او زميلته في الشغل، او اي حد، اي ست بتتكلم عن قريبتها او سلفتها او جارتها او اختها، فوقي فوقي عشان النهاية انتي مش هتتوقعيها. حماتي كانت بينزل حشرات من بقها. أرجوكي قولي للناس، قولي للناس يتعظوا، عشان احنا مش عارفين بكرة هيكون في ايه. انا مش قادرة اتخيل ابدا القصة دي قد ايه وجع قلبي ومخوفاني يعني. وهي بتحكي كانت بتعيط وكانت بتحكي وانا مش قادرة، انا ربنا وحده عالم بيا وانا بحكي لكم انا عاملة ازاي. وهالي يكب الناس في النار على وجوههم الا احصائد السنتهم. ياه الغيبة والنميمة دول ابشع حاجة في الدنيا. انا عارفة ومتأكدة ان في ناس كتير جدا هتتفاجئ يوم الدين ويوم القيامة واحنا في موقف صعب واحنا كلنا بين ايدين ربنا عز وجل، هيتفاجئوا ايه يا رب ده؟ ده انا في حاجات كتير كنت بعملها حلوة، انا في خير كتير كنت بعمله، انا كنت بتصدق وكنت بطلع زكاة مالي وكنت الحاجات دي كلها راحت فين؟ هيتقال لهم راحت نتيجة ألسنتكم، نتيجة قوالتكم، نتيجة الغيبة والنميمة، نتيجة كلامكم على الناس، نتيجة قصف المحصنات، نتيجة ان انا بنم النم في بيوت كتير قوي. احنا المجتمعات العربية النم فيها عادي وبنشوف ان دي فضفضة، نقعد مع بعض نتكلم على بعض، اكون لسه قاعدة واكل عيش وملح مع سلفتي، لكن اول ما اقعد مع حماتي اقول لها دي مرات ابنك دي ما تتعاشرش، الله يكون في عون ابنك، معاشرها ازاي؟ دي بتقول وبتقول وبتقول وبتقول. والعكس صحيح، اقعد مع سلفتي اقول ده حماتك دي ربنا يصبرنا عليها، دي ست ولي اعوذ بالله. قيسوا على كده حاجات كتير بنشوفها وانتوا قادرة، بنقعد في قعدة واحدة نفضل نلم على الجيران والصحاب واللي راح واللي جه، وكله تحت بند الفضفضة. اصل انا بفضفض، اصل انا اعمل ايه؟ تبقى الست مع جوزها وبتعاشره وبتنام جنبه، واول ما تروح تكلم اهلها تقول لهم ده فيه وفيه وفيه وفيه، وبرضه بالنسبة لها عادي انا بفضفض. في فرق كبير قوي بين ان انا فضفض وبين ان انا افضل اغتاب الناس وانم عليهم. انا عارفه ان مهما اتكلمت ومهما قلت لكم يعني هيبقى الكلام نقطه في بحر بعد القصه اللي احنا سمعناها، القصه اللي هزتني وهزت كل حته فيا، مخليه جسمي بيقشعر بمعنى الكلمه، بجد جسمي بيقشعر. اول ما سمعت القصه وسمعت صوت الست قد ايه هي حزينه. على فكره هم راحوا دار الافتاء وسالوا، والشيوخ الافاضل والعلماء الاجلاء قالوا لهم ربنا يعفو عنها ويسامحها وربنا يغفر الذنوب جميعا الا الشرك، ادعوا لها قد ما تقدروا وتصدقوا على روحها قد ما تقدروا لعل وعسى ربنا يغفر لها بحاجه زي دي. ارجوكم صونوا لسانكم، ارجوكم عفوا لسانكم من الغيبه والنميمه، ارجوكم بلاش نتكلم على بعض. لو حد وجعك ولا ضايقك قول ربنا يسهله، اكسب ثواب ان انت وكلت امرك للمولى عز وجل، للحاكم العادل اللي يقدر يقتص ويجيب لك حقك حتى لو الحق ده اتأخر، لكن ربنا ما بتضيعش عنده الحقوق. ما تضيعش حقك بكلامك الكتير، ما تضيعش حقك بانك انت تفتن او تولع بين الناس. ارجوكم اللي عنده كلمة حلوة يقولها، ده الكلمة الطيبة صدقة. مستخسر في نفسك الصدقة، مستخسر في نفسك انك ترضي ربنا وانك تكون بني آدم بحق وحقيقي، وده عشان نفسك مش عشان حد. ربنا يعافينا وإياكم ويرحمنا برحمته، ويا رب يا رب يا رب يا رب يحسن ختامنا جميعا. خلوني أطلع فاصل وأرجع تاني. مشاهدينا اهلا بيكم مره تانية. انا بعتذر، القصه في اول الحلقه كانت حزينه قوي ووجعت لي قلبي قوي، ولكن خلينا ناخد الجزء الايجابي وهو العظه، وان كلنا نتعلم وكلنا نكون احسن. معايا التليفون واقول الو. ايوه الو، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا اهلا بيكي، اتفضلي. عارفه مش عارفه والله مش عارفه ابدا منين. ابداي زي ما انت عايزه، اتفضلي. ربنا يعزك. والله انا من 3 سنين كده اتجوزت. الشخص ده كنت اعرفه من 12 سنه،
كنت بشتغل معاه في شركته في التسويق. دي اول جوازه ليكي يا فندم؟ لا دي كان كنت اتجوزتي قبل كده وانفصلتي يعني؟ ايوه يا فندم. وبعدين خليكي اسرع يا فندم عشان اقدر افيدك. حاضر. فعارف ان انا انفصلت بعد لما سبت الشركه كنت اتجوزت وكده، وعارف ان انا انفصلت اتواصل معايا تاني وكلمني وقعد في تحايل، قعد بتاع 6 شهور يكلمني نتجوز طب نجرب بس. قلت له انا طالعه مش ناقصه من يعني تجارب فاشله فسيبني خلينا كده اصدقاء انا بتطمن عليا وكده. قال لي لا بنجرب مش هتخسري. المهم اتجوزنا عرفي. وليه اتجوزتي عرفي يعني؟ ليه ما اتجوزتيش بشكل رسمي؟ هقول لحضرتك. انا ابني 6 سنين وخفت بابا دكتور جامعه ومشاكل، يعمل لي مشاكل ياخد الولد. وهو برضو عنده بنتين وولد فحسيته ان ده الخيار الاسهل اللي مش هيعمل لكم مشاكل. وهو اقنعني ان هو على مشاكل مع مراته، ومن ايام ما كنا في الشركه كانت مراته معاه في مشاكل كبيره. واقنعني ان هو ما فيش ود والدنيا مشاكل بينهم على طول. اقتنعت. تمام. اتجوزنا عرفي. للاسف حصل حمل. صمم قال لي ننزل وكده، قلت له طب حرام. المهم قال لي قلت اوكي ماشي ننزل. اجهضتي. بعد كده قلت له انا اسفه مش عصبي كانت تعبت وكده وزعلت. حبيتي ان انت تبعدي يعني؟ قلت له مش هي. فقال لي طب نرجع. المهم فضل ورايا رجعنا. وصلنا لفين يا فندم لو سمحتي؟ انا بس فاتتني حته، انا اسفه معلش. لما اتطلقت اتخطبت لحد قريبي. عاملني كاني بنت وجاب لي شبكه وكنت هسافر معاه بره وخلاص بقى الموضوع يعني حياه جديده وحد قريبي مني. وطبعا قريبك ده كان هيتجوزك في النور. طبعا. طب وهنا طبعاً هنا ما خفتيش من دكتور الجامعه اللي هو طليق؟ لا. ابو الولد؟ لا. اشمعنى يعني؟ هقول لحضرتك. انا كلمته قلت له تاخد ابنك يعيش معاك، تدخله مدارس انترناشونال، تاخد بالك منه يطلع، لاني انا هتجوز. قال لي لا الولد معاكي 6 سنين بقى ومرتاح معاكي خليه معاكي. يعني انت حسيتي ان انت الخطوه دي طمنتك، هو خلاص سمح لك بالجواز؟ سمح لي. تمام. وبعدين بعد كده بدا يكلمني تاني، اللي انت كنت متجوزاه عرفي واتطلقتي منه. وقعد ازاي هتنسيني وانا ما ينفعش ونرجع ورجعت تاني وسبتي قريبك ونرجع رسمي. قال لي هنرجع رسمي واللي انت عايزاه واخد لك شقه ونقعد ونستقر واللي انت عايزاه. فعلا رجعنا رسمي واخد لي شقه في مدينتي في القاهره وقعدنا وجهزنا وقعدنا عادي اتجوزنا ونسافر ونيجي والدنيا كانت كويسه جدا. اتفاجئت ان انا حامل. طيب ايه المشكله؟ على وسيله، كنت باخد وسيله. لا انا سني 40 سنه وهو سنه 60. ماشي. انت اجهضتي مره بالظبط والمره دي انت حامل الحمد لله. بالظبط ده على وسيله سبحان الله. قال لك برضه نزلي؟ قال لي نزلي يا نطلق. قلت له لا انا غضبت ربنا مره. وانت قلت لي نزلي وانا سمعت كلامك. المره دي بيني وبينك الازهر. والوضع اختلف، انت كنت زوجه عرفي مش في النور، دلوقتي انت زوجه رسمي. عرفي بس كان عنده محامي بورق سليم والدنيا. انا عمري ما عملت. ايوه بس بورق. بس الناس مش عارفه. بالظبط. قلت له بيني وبينك نروح الازهر ويحكموا ما بيننا. اتفقنا نروح، وكان كلمني شريكه وكده، هو هرب وراح لوحده. قلت له اسفه جدا انا لازم اسمع بنفسي. مظبوط. ورحت اتصلت عملت مكالمه وسمعنا، وقلت لهم حصل 1 2 3 انا كنت متجوزه عرفي ونزلت وارغمني. قالوا حرام استغفري وما ينفعش تنزلي تاني تحت اي وضع. اكيد. قلت لهم هو مصمم يطلق. قالت لي يعني الشيخ قال لي هو حر هيشيل الذنب لكن انت ما تنزليش واستغفري على الغلطه الاولانيه. تمام. ووصلتي لفين؟ نزلتي الطفل ولا لا؟ لا يا فندم لا 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 ده بنتين ما شاء الله توأم طلعوا توأم. اللهم بارك. يعني انت خلفتي بالفعل؟ ده انا بقول لحضرتك خدني على المأذون وانا حامل.
كنت لوحدي، هتتنازلي عن كل حاجة. واهلك فين يعني؟ اهلك؟ اهلي يا ست الكل قالوا لي ده اختيارك، وانت سبتي ابن الناس اللي كان شريك وخدتي واحد اكبر منك بعشرين سنة ودستي على ابن الناس قريبنا اللي مننا. ندمتي اكيد يا فندم. انا اتدمرت، مش ندمت. شيلي شلتك، محدش جه معايا. رحت عند المأذون، انا معايا طفل 6 سنين ابني، وهو جايب صحابه. حتى المأذون انت عارفه لما بتروحي المأذون بيقعد يقول لك استهدوا بالله ويقرا القران. لا يا فندم، ده انا رحت لقيت كل حاجه جاهزه، وحتى قال لي ورقك. المأذون بيبص لي بصه انت عارفه. فقلت لا حول ولا قوه الا بالله. انا كنت قاعده خايفه، كل حاجه كانت خلصانه. تخيلي انا رحت مضيت. يعني انت اتطلقتي؟ بقالك قد ايه متطلقه؟ ما انا هقول لحضرتك، قعدت متطلقه تقريبا 3 شهور. انا هختصر لك عشان مش عايزه اطول على حضرتك. قعدتي قد ايه متطلقه؟ 3 شهور يا فندم. ما انا بقول لك بعد كده اتصل بيا وقال لي انا ندمان وما كنتش برد عليه، فخلى شريكه يكلمني. ده بيعيط، ده منهار، ارجعي، طب ارجعي شقتك ومش عارفه ايه. المهم رجعت وقعدنا انا وهو وصاحبه. ما ينفعش، واستهدى بالله ونرجع. رجعتي انت وهو زوج وزوجه يا فندم؟ قال لي اه نرجع، بس بصي بقى لو الدراع هرجع عرفي. قلت له بعد الرسم عرفي وانا حامل هولي. قال لي انا خايف من مراتي. قلت له مراتك انت كنت معامل معاها مشاكل بقالك 35 سنه، مراتك دلوقتي يعني انا مش فاهم الحاجات دي ظهرت دلوقتي؟ طب ما انت بقى. ورجعتوا فعلا؟ رجعت عرفي؟ اه رجعني عرفي يا فندم. انتوا واصلين فين دلوقتي؟ انت معايا ولا سبتيه؟ لا يا فندم، لا ما انا هقول لحضرتك، انا جيت ولدت فضل معايا لحد ما ولدت. سجل البنات؟ نعم؟ سجل البنات باسمه؟ سجل البنات. وبعد كده بعد ما ولدت بشهر كانت هي عرفت. طبعا حكمت عليه طلقك. طلقك؟ طلقني. طيب سؤالك وبعد. سؤالك ايه يا فندم؟ اتفضل. انا بقول لحضرتك دلوقتي انا البنتين دول 9 شهور. واللي انا عرفته من يعني في تواصل ما بيني وبين عمته داعيه اسلاميه في بورسعيد، ست محترمه. بس مش قادره عليه، واحد عمره 61 سنه قالت لي انا مش هقدر عليه. قالت لي هو قال لنا، بتقول لي اللي انا عرفته يا بنتي ان هو كتب البيت بيته للفيلا لبناته وابنه ولمراته. وكتب حتى الفلي لاولاده برضه، واللي انا عرفته ان بناتك ما لهمش حاجه. انا حبيت اكلم حضرتك عشان عارفه حضرتك بتتكلمي بتراعي ربنا قوي في اي حاجه بتقوليها. وهو بيسمع حضرتك يعني، احنا متجوزين كان يحب متابعك جدا. يقعد يقول لي المذيعه الوحيده اللي يعني عندها ضمير. طيب يا حبيبتي اسمعيني، اولا ده بني ادم بيقول ان انا عندي ضمير وهو عديم الضمير، يا ريت يكون بيسمعني. يعني هو بني ادم شخصيته ضعيفه، ولكن انت عليكي غلط كبير قوي 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 قوي، لان انت بالظبط كنت في حياته قطعه شطرنج، عمال يجيبك يمين وشمال، يتجوزك شويه عرفي ويتجوزك شويه رسمي. ولو احنا قعدنا كده نفصص كلامك وناخد خطوه خطوه، هنلاقي ان الغلط بيجيب غلط بيجيب غلط، وبنفضل في سلسله الغلط عشان البدايه اصلا كانت غلط. من البدايه لما وافقتي ان انت تكوني حاجه في السر، هو ده اللي حصل اللي بعديه كل المخاطرات ده. لما وافقتي ان انت تبقي زوجه عرفي، عشان انا كنت خايفه لابو ابني ياخد الولد، رغم ان انت لما جه قريبك عرفتي تتصرفي وعرفتي تجيبي التليفون وتقولي له لو سمحت لا تاخد الولد لا اما انا هتجوز، وساعتها قال لك لا روحي روحي خدي الولد واتجوزي واعملي اللي انت عايزاه. لما عوزتي تتصرفي اتصرفتي، الغلط ما بيجيبش الا غلط. لما وافقتيه في المره الاولى انك تجهضي كانت غلطتك الثانيه، وبناء عليه بقى اي شيء مباح ومتاح، وبناء عليه بقى عادي جدا 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 ان هو يهينك ويجي عليكي ويظلمك. هو اصلا عمره ما حطك في الحسبه ولا انت ولا البنات، وطبعا حسابه عند ربنا كبير جدا، لانه هيسال دول بنات دول ولايه، انت هتسال عليهم زي ما هتسال على الست اللي انت رحت اتجوزتها وامنتك على نفسها وشويه تطلقها وشويه تتجوزها وترجعها عرفي وترجعها رسمي. ايه العك ده؟ وانت ازاي ترضي بكده؟ وازاي ترضي ترجعي له بعد ما هانك وداك المأذون وبهدلك وبتقولي كل الاجراءات كانت خلصانه؟ اديتي امان ازاي تاني تعاشريه؟ اديتي امان ازاي تاني تعيشي جنبه، تاكلي من اكله، تنامي جنبه؟ ازاي؟ فهو حسبي الله ونعم الوكيل. كلميه وقولي له ان ولادك هتسال عليهم زي ما هتسال عليا، وربنا باذن الله ما بيضيعش حقوق حد، لكن
الولاية دول لازم تعرفي ان هما هيخلص حقهم منه يوم الدين، حقهم في رقبته. الولاية دول ليهم حق ولازم حقهم يخلص بإذن الله. فحاولي على قد ما تقدري، على قد ما تقدري ان انت تتكلمي معاه، وان انت تحاولي يعدل ويدي البنات دي حقوقها، لان البنات دي ضحية غلطتك وغلطته، ضحيتك انت وهو بسبب سوء تصرفاتكم رغم كبر سنكم، لكن للأسف أسأتي التصرف جدا جدا لما وافقتي ترخصي نفسك. ومش انت بس، اي ست بتوافق تبقى في الديرة وتوافق إن وتقبل على نفسها انها تتجوز بطريقه عرفي، اصل انا اتجوزت بطريقه كويسه على فكره وده بطريقه رسميه بس محدش يعرف. ليه محدش يعرف؟ شرط من شروط الجواز الاشهار، وشرط من شروط الجواز ان كل الناس تعرف واهلك يبقوا مباركين الجوازه، لكن ان انا اعمل في الدرع رخصتي نفسك. فاشربي، ربنا يا ربي يرفع الغشاوه من على قلبه وعينه. المكالمه الجايه او المشكله اللي جايه مشكله غريبه جدا. واحده جده رفضت تستلم حفيدتها في المستشفى، قالت للدكتور احنا مش عايزين الحفيده ومش هندفع لك فلوس ومش عايزينها خالص. الحفيده معايا على الهوا يا شباب، الحفيده معانا. خليني اقول الو. الو الو، اهلا وسهلا، اهلا بيكي. انا قصتك بالنسبه لي غريبه، يعني ايه اللي حصل وايه اللي خلى جدتك مش عايزه تستلمك، وفين بابا وفين ماما؟ بصي، هي القصه كلها ابتدت من اول يوم ولادتي. انا ليا توأم، اوكي. التوأم ده ولد. جدتي من اول ما شافتني هي مش بتحبني وبتكرهني جدا. يعني هي بتكره خلفه البنات مثلا؟ هي خلفتها كلها كانت بنات. وهي بتحب الصبيان، ولكن انا لما اتولدت مامتي كنت انا يعني انا واخويا توأم، هو ولد وانا بنت. تمام. اول ما شافتني كانت مامتي مثلا بتبقى بترضعني وهي لسه في المستشفى، تروح نتشاني من ايديها وتقول لها خدي رضعي الولد. المهم بابايا كان متفق على مبلغ معين في المستشفى، 2000 جنيه مثلا، فجه الدكتور زود عليهم 1000 جنيه زياده. فبابايا عمل خناقه كبيره، ولا وانتوا اتفقتوا ومش اتفقتوا. طلعت جدتي قدام كل الناس وفي المستشفى قامت قالت لهم احنا مش هندفع غير اللي اتدفع، وهناخد الولد والبنت عندكم خدوها. يعني كانت مستغنيه عنك مقابل ال 1000 جنيه. بجد مش هزار. يعني بابايا كان الخناقه لما شدت قوي، بابايا خرج بره وكان بره المستشفى، ومامتي في الاوضه فوق تعبانه، وبجد الدكتور قال لها خلاص احنا مش هنديكوا البنت غير لما تجيبوا القلب. قالت له انا بقول لك مش عايزينها خدوها. لا حول ولا قوه الا بالله. قصتي بقى ابتدت من هنا. طبعا دي حاجات اتحكت لي عشان كان في قرايب بابايا معاهم في المستشفى، ومامتي حكتها لي بعد كده. هي جدتك ام مامتك ولا ام والدك؟ للاسف مامتي. نبتدي بقى من هنا المعاناه كلها بقى. اول ما وعيت على الدنيا، اول ما وعيت على الدنيا مثلا من وانا 5 سنين، انا بتعامل معامله غير كل الاحفاد، غير كل الاحفاد. يعني مثلا الاحفاد يبقوا قاعدين على الكنب، غير طبعا كل الاحفاد الصبيان او الولاد، احفاد صبيان وبنات. انت بتتعاملي يعني حتى في احفاد بنات بيتعاملوا كويس عنك؟ في بنتين مولودين بعديه بشهرين وبنت مولوده بعديه بشهر. كله بيتعامل معامله كويسه، انا لا. يعني الاحفاد يبقوا قاعدين على الكنبه، انا اقعد على الارض. نبقى متجمعين عند جدتي يوم كلنا، كل خالاتي بقى وكده وعيالهم. تخليني انا اللي اروح الم الجزم. بدات ما اتحول من وامك صغر. فين دورها؟ يعني ليه موجود. ما بتقولهاش ليه يا امي بنتي ما تهونش عليا، ليه بتعملي ببنتي كده؟ لو ماما قالت كده لا قدر الله، يعني لو ماما فكرت تعترض، لا قدر الله، يعني ده ما بيحصل. ماما بتعترضش اصلا عمرها. لو ده حصل ممكن تقول لها ما تدخليش بيتي تاني انت وبنتك كده يعني. فماما كانت طول العمر خايفه قوي عشان احنا نبقى وسط عيلتها ووسط اهلها، فتسكت. مش مهم الدمار النفسي واللي انا هحكي لحضرتك طبعا التكمله. المهم جت وانا عندي 10 سنين، كنا بايتين هناك عند جدتي. فانا عايزه العب مع اولاد خالتي، مدخله البنات والولاد يلعبوا في الاوضه، ودي لا، دي ما تخشش الاوضه. فانا قاعده لوحدي على الارض بره، فبقول لها يا ماما خلاص خلاص تعالي نروح بيتنا عادي. طفله عادي. في اللحظه دي قامت خدتني شدتني مسكتني من شعري، طردتني بره الباب، طلعتني بره باب الشقه الساعه 1 بالليل، واتصلت ببابايا قالت له تعالى خد بنتك دي عشان بنتك دي مش محترمه. انا من الساعه 1 لحد ما بابايا جالي على الساعه 1:30، انا قاعده زي الكلبه حرفيا على السلم. وبرده مامتك مستسلمه؟
مامتي ما اتكلمتش. دي ده الموقف الوحيد اللي مامتي خدت فيه موقف الحمد لله. وقد وكان ايه قالت لها لما بابايا جيب العربيه تحت, فماما قالت لها انا هنزل, قالت لها انت هتنزلي سيبيها تروح, قالت لها لا طبعا هسيب عيله تروح مع باباها ورايح بكره الشغل. ده كان الموقف الوحيد كتر خيرها الاخير كتر خيرها يعني, يوم ما نطقت بانها تنزل تروح معاكي بس كده بدات بقى اتحول من بنت صغيره لانسه. بدات دي تمشي مع رجاله, دي تعرف رجاله. انا والله والله العظيم والله العظيم عمري ما كان ليا في الكلام ده. ده انا بدات ايه من وانا في اولى اعدادي مرحله. ووالدك ملوش تدخل, ما بيقولش لامك خلي امك تبعد عن بنتي؟ لا ماما كانت جبراني, مش جبراني اللي هو اوعي تقولي باباكي حاجه عشان ما تحصلش مشكله ما بين باباكي ومامتي. فماما كانت كمان قهراني ان انا ما احكيش. انا كنت باجي اقعد اعيط جامد قوي, كل ما بروح عندها بتوجعني وبتجرحني وبتهني وان انا صايعه وان انا مش عارف ايه, واقعد اعيط وتقول كده كلام ملوش اي اساس من الصحه ولا اي حاجه. كنت في اولى اعدادي دي اللي هو كنت بروح النادي بتمرن باسكت بول وبروح المدرسه بس. بس يعني اولى اعدادي. وبعدين ايه ابقى قاعده بعيط ومامتي عارفه ان انا بعيط من اللي بيحصل لي, وتعمل اجنور تماما, اجنور ولا كاني في حاجه حصلت. لدرجه ان انا كنت بدات اعور نفسي بالسكينه في ايديا تعويرات, عشان تعوير يعني عشان ابتدي اقول لماما ان في مشكله, انا في حاجه. ماما كانت بتعمل يعني. انت عندك كم سنه دلوقتي؟ انا 29 دلوقتي. 29 وتيتا راحت فين؟ لسه عايشه ولا توفت؟ عايشه. ماشي. لا حول ولا قوة الا بالله. طب قولي لي سؤالك ايه؟ انا للاسف الوقت بيخلص. انا عارفه ان اللي انت عندك حكاوي كتير قوي وحاجات توجع القلب كتير. انا 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 مش سؤال, انا بس عايزه اقول لك ان جدتي دي كانت بتتهمني بشرفي جدا, كانت بتعايرني وكانت متاكده ان انا عمري ما هتجوز وان انا هتجوز جوازه عر اهلي, وكانت بتراهن عليا مراهنات. اتجوزتي؟ رهيبه الحمد لله, الف حمد وشكر ليك يا رب. اول بنت في العيله اتجوزت عيله كبيره جدا ما شاء الله, الله اكبر, ماديا واجتماعيا. جوزي مهندس كبير ما شاء الله, وعيلته عيله كبيره, معيشني عيشه. هي دلوقتي لما بتدعي للبنات ولاد خالتي اللي لسه ما اتجوزوش بتقول لهم يا رب يجي لكم زوج زي زينا. انا جوزي الحمد لله حبيني جدا, هو اللي وقف وخد لي حقي في الحاجات دي كلها, وقف معايا عالجني نفسيا. الله عليكي وعلى جوزك وعلى المبدئ المعيد اللي بيجبر الخواطر, اللي بيعوض, اللي ما بيهونش عليه كسرة عبده. قد ايه ربنا كريم وقد ايه ربنا رحيم. يمكن اللي انت حكيتيه ده لو ربطناه نربطه باول حاجه انا حكيتها في الحلقه, وهي الست اللي كانت صعبه وكانت جافه وكانت بتنم على الناس وبتوقع وبتخرب البيوت, وفي الاخر ماتت موته وهي ميته في حشرات كانت طالعه منها, والناس اللي جايين يغسلوها او السيدات اللي بيغسلوها كانوا مش قادرين يستوعبوا. في ناس مشيت للاسف. الدنيا مش مستاهله. اهو مثل تاني قدامنا لجده صعبه, لجده غليظه, لجده ما عندهاش رحمه. وان كنت فاظ غليظ القلب لانفضوا من حولك. الناس اللي زي دي الناس ما بتحبهاش, بتبقى عايزه تمشي من حواليها, بيعيشوا ويموتوا لوحدهم. يا حبيبتي ربنا يفرح قلبك ويعوضك خير. رسالتك وصلت, ويا رب النهارده تكون الحلقه وصلت لكل حد قاسي متجبر ما بيخافش ربنا ما بيتقيش الله. صدقوني الدنيا مش مستاهله ان احنا نبقى بالجمود وبالجحود ده. الدنيا ابسط من كده بكتير, وفي الاخر مهما طالت قصيره, واحنا مرحله من ضمن مراحل كتير. ناس كتير جت قبلينا وناس كتير هتيجي بعدينا. مفيش حاجه ابدا مستاهله انك تبقى قاسي وتخلي الناس تبقى كارهه سيرتك. وما تنساش ان في الاخر ما بيبقاش غير سيرتك. لو عملت طيب بيقولوا, ولو عملت وحش بيقولوا. خلوني اطلع فاصل وارجع تاني. اهلا بيكم مره تانية. قلت لكم كتير قوي ان لازم نكون شكلنا حلو وواثقين من نفسنا, وده مش هيتحقق غير بجسم مثالي, بجسم ممشوق. النهارده في قصه ألمتني جدا جدا, لان البنت وقفتني في الشارع وقالت لي انا عايزه اخس. انت عامله حمله ومن احياها وكل الكلام الجميل ده, لكن انا حياتي باظت بسبب السمنه.
انا اتعرضت لابشع موقف ممكن اي حد يتعرض له. انا بسبب ان انا مليانه كنت ممكن افقد حياتي في لحظه بسبب حادثه عربيه حصلت، وما قدرتش ان انا ابقى زي الناس اللي بتجري ولا ان انا اخرج بسهوله. انا الناس عانت جدا 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 معايا عشان يعرفوا يخرجوني من العربيه من كتر ما انا وزني مليان. من ساعتها وانا معقده جدا، من ساعتها وانا ما عنديش ثقه في نفسي. اتقدم لي اربعه وكلهم كان عندهم رفض واحد بس، لا يا عم دي مليانه وتخينه، امال بعد الجواز هتعمل ايه؟ انا زهقت من الكلمه دي، بقيت اسد وداني عن كلام الناس، ما بقتش عايزه اسمع حد، ما بقتش عايزه اشوف حد. لما بقدم في اي شغل بحس ان انا هترفض من قبل حتى ما يكلموني. والصراحه هم فعلا بيتكلموا يقولوا لي معلش يا فندم ممكن تشوفي شغل في حته تانية. انا خلاص ما بقتش قادره اتصالح مع اي حاجه، ولا مع نفسي ولا مع الناس. حاسه ان كل الناس بتكرهني، وانا حقيقي بكره كل الناس، لان محدش حاسس بمعاناتي، محدش حاسس بالنار اللي انا عايشه فيها. فانت عامله حمله وبتقولي للناس تخسوا، طب انا ما بخسش ليه؟ وانا عارفه ان في حاجات كتير قوي بتنصحوا بيها وبتقولوا ان احنا ناخدها، في الاخر ده كله كلام. طيب اعمل ايه عشان اخس؟ فكرت اعمل تكميم لكن مفيش فلوس. اجيب فلوس منين عشان اخس وانا بنت لسه عمري 27 سنه؟ يعني من حق اعيش بصحه. يمكن القصه دي اثرت فيا جدا، وحسيت قد ايه البنت فقد الامل في كل شيء، فقد الشغف، فقد الاحساس بالحياه. فقلت لها كل اللي انا اقدر اقدمه لك ان انا عامله حمله بيها تشتركي معانا وبيها تمشي خطواتنا وما تيأسيش، حتى التكميم لو انت عايزه ممكن اساعدك انك تعمليه. لكن في الاخر مش ده الحل. هي وزنها 90 كيلو بس طولها 150 كيلو، طبعا فرق ال 40 كيلو دول عاملين كارثه لان هي قصيره. فهنعمل ايه؟ خلوني ارحب بدكتوره شذى الخولي اللي سمعت القصه واللي بيها تقدر تساعدنا. يا دكتور اهلا بيك. ازيك يا استاذه مرام؟ اهلا وسهلا بيك. انا القصه دي وجعت لي قوي لان في بنات كتير زيها، وفي بنات كتير يائسه جدا فعلا. والله في بنات كتير جدا جدا جدا، يعني يمكن دلوقتي وانت بتتكلمي جه في بالي حالات كتير جدا وبنات كتير جدا 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 عندهم مشاكل في حياتهم، مشاكل اجتماعيه ومشاكل اسريه، مشاكل برضو في موضوع الشغل. بيبقوا شاطرين جدا، بيبقوا يعني واخدين درجات كبيره جدا، ماجستير ودكتوراه، بيترفضوا علشان خاطر السمنه والشكل. وفي بنات كتير جدا فعلا حياتهم بتخرب تمام، من ولا اللي متجوزين ممكن يتطلقوا ويحصل انفصال، واللي ما اتجوزوش مش عارفين يتجوزوا. فاهمين ان السبب مش ان الجواز رزق ونصيب، لا، فاهمين ان جسمي هو اللي معطلني. دي حقيقه. وفي ناس بيكونوا متجوزين والسمنه بتبقى عامله لهم مشاكل في الحمل، تكيسات على الموبايل. كان عندنا واحده خفت واتبعت الاساليب وخدت الكورس على فكره، وربنا هي حامل في التاني دلوقتي ما شاء الله. ايوه يعني بيبقى في حاجات فعلا، بس فعلا اغلب القصص بتبقى حاجات مؤثره جدا وحاجات كلنا بنشوفها على ارض الواقع، زي ما احنا يعني بنشوف دايما جيراننا واصحابنا واخواتنا اهالينا، ناس عايشين حوالينا، دي كلها بتبقى فعلا حاجات حقيقيه، يعني من واقع الحقيقه اللي احنا عايشينها. السمنه حاجه صعبه جدا جدا. انا دايما بشوف انه السمنه مش بس بوابه لامراض، لا، السمنه بوابه لامراض نفسيه اكتر من الامراض الجسديه اللي هي حقيقي بتسببها، يعني باثر نفسي صعب جدا. انا افتكر في دكتور عظيم وهو عارف، يعني دكتور كبير في مجال الصحه النفسيه، قال لي انا ثلاث ارباع الستات اللي بتجيلي عشان هي نفسيتها خربانه من شكلها، من تخنها، من كلام الناس، من تنمر جوزها عليها. هي بتبقى قبل ما تتجوز عاديه جدا، يحصل لها اي حاجات او اي حد او اهل جوزها يضايقوها، نفسيتها بتخرب وبتروح للدكتور من ورا جوزها صح عشان تبتدي تعالج اللي جوه. ايوه دي حقيقه. ليه بقى؟ لانه السمنه مش بس بتبقى بتحصل علشان وراثه، لا، السمنه بتحصل علشان ضغوطات زي ما انت بتقولي، بتحصل علشان احنا بنتحط في ستريس وحاجات، بتحصل انه لاي حد بيتضايق او بيحصل له اي مشكله نفسيه اول حاجه بنجري عليها بنطلع فيها طاقتنا ان احنا ناكل بقى اي حاجه، ناكل حاجات غلط، دهون، سكريات، نشويات، بصي اي حاجه غلط تخلينا مش شايفين احنا
ناكل وخلاص وبعد كده نفوق على منظر انه زدت قوي، لبسي مش بيدخل فيا، مش عارف البس كويس، انا مش عارف البس، مش عارف انزل، بقيت بعد ما كنت بلبس لبس حلو بقيت بلبس اسود بس علشان اداري نفسي، البس واسع قوي علشان اداري بطني وفخادي ومرطقه الارداف والحاجات دي كلها، او كمان الستات اللي بيبقوا بعد الخلفه والحمل والولاده والرضاعه بينسوا نفسهم. ليه ننسى نفسنا؟ يعني في حلول كتيره جدا نقدر نعملها، وكمان من خلال الحمله الجميله اللي حضرتك عاملاها الحقيقه يعني، وبقالها فتره كبيره جدا وليها صدى حلو قوي 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 ونتائج ما شاء الله الله اكبر يعني اللهم بارك هايله جدا مع يعني مع الكورسات اللي احنا بنعملها. فالنهارده يعني انا حبيت ان انا اقدم لك برضو كورس حلو قوي عشان كل الناس حبايبنا اللي بيتفرجوا علينا يقدروا يخسوا بشكل حلو وشكل سليم وفي نفس الوقت بشكل طبيعي وتدريجي وامن وباقل تكلفه. يعني دي حاجه انت دايما بتحبي ان انت تقولي ان انت احنا عايزين نحس بالناس، واحنا دلوقتي كمان الناس بتشتكي من الاسعار وربنا يعيننا الجميع. يعني انا دايما دايما بكون والله فعلا حاطه في اعتباري انه الحاجه اللي بقدمها تكون اقتصاديه. فالنهارده الكورس بتاعي انا هقدم لك اتنين كورس لمده شهرين، كبسولات ونقط واعشاب هيكفوكي شهر، وكبسولات ونقط واعشاب هيكفوكي شهر تاني، تمام، ومعاهم اربع حقن حرق وكريم شد الترهلات. جميل. يعني بصي بقى المره دي انا قلت كريم شد الترهلات ليه؟ احنا داخلين خلاص قربنا جدا، احنا الاسبوع اللي فات خدنا القهوه الخضر بالظبط كده، فكده المره دي انت قربت يعني غيرتي وخدنا كريم شد الترهلات. ليه بقى حبيت المره دي انزل بيه معاكي؟ لانه احنا داخلين خلاص قربنا على رمضان والعيد والحاجات دي كلها، ففي مناسبات كتيره جدا البنات المناسبات بتاعتهم قربت عايزين ينزلوا في نفس الوقت شكلهم يبقى حلو مظبوط، عايزين جلدهم يبقى مش مترهل، مفيش في اي علامات تمدد ولا اي خطوط ولا اي ستريتش ماركس ولا اي حاجه من الحاجات دي. بالنسبه لي الكريم ده من الحاجات الممتازه جدا، بدهنه على المنطقة اللي انا شايفة ان هي مضايقاني او شايفة ان هي ممكن يحصل فيها اي خطوط او اي علامات تمدد، ولو انا عايزة بقى منها مفعول يعني سريع قوي ممكن وانا دهن المنطقة دي سواء بطني او اردافي او فخادي او دراعاتي الف عليها البلاستيك بتاع المطبخ اللي هو بنلف بيه الاكل مظبوط، ده بيدي نتائج هايله جدا جدا وسريعه جدا جدا. الكريم بالنسبه لي من الحاجات الممتازه اللي فيها مواد فعاله قويه جدا زي الكافيين والكولاجين والالاستين. الكافيين بيكسر لي الدهون اللي بتبقى موجوده تحت الجلد، الالاستين والكولاجين فايدتهم ان هم يدوا مرونه بالظبط، الجلد اول ما يفقد الدهون اللي موجوده تحتيه يفقدها بشكل تدريجي، وفي نفس الوقت يدي للجلد الشكل اللي هو ايه الكولاجين والالاستين يقوموا شادين الجلد بحيث ان الجلد ما يحصلش فيه اي ترهل، يبقى انا خسيت بشكل كويس وحلو من غير اي ترهلات ولا اي حاجه. طب الكورس قادر ينزلني قد ايه؟ او الحاجات اللي انا دايما بنصح بيها قادره ان هي تنزلني تقريبا في خلال شهرين 30 كيلو. 30 كيلو في شهرين. وده بالنسبه لي عايزه اقول لك يا استاذه مروه ان هو حاجه مقبوله جدا. في ناس كتيره جدا في خلال شهرين حياتها بتتغير 360 درجه. يعني مثلا اي حد بيبقى ما عندوش ثقه في نفسه ومش عارف يقدم على وظيفه ومش عارف يعمل اي حاجه من الحاجات زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه، اول ما بينزل في الوزن الثقه في النفس بترجع طبعاً. شكلي بيبقى اصغر طبعاً. حركتي بتبقى احسن، عندي نشاط، عندي امل في الحياه، عندي احساس ان انا عايز اقوم اشتغل ادور على شغل اكمل اعمل الحاجات دي كلها، فدي بالنسبه لي بتبقى حاجات ممتازه جدا جدا طبعا، ومن اهم الحاجات اللي احنا بنحب طيب نوصلها. المره اللي فاتت احنا كسبنا حنان يوسف وهبه هبه الحلقه اللي قبلها، واحنا قلنا لهم الحاجه هتوصل لكم ووصلت لهم الحمد لله، وهم ابتدوا في الخطه بقى. اولا الفريق الطبي الناس كلها بتشكر فيه، وكل صراحه بيقول الناس دي احنا بنتصل اي وقت بنلاقيهم متواجدين وبيردوا وبيهتموا وبيتابعونا وبياخدوا ارقامنا على الواتساب وبيعملوا لنا فايل، والفايل ده بيتابعوا احنا عملنا ايه. وفي واحده قالت لي طلب مني تحليل فيتامين د وطلبوا منها تحاليل معينه عملتها وبعتها لهم، قالوا لها هتعملي كذا 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 وانت مش محتاجه حاجات معينه ومحتاجه حاجات معينه. فالفريق انا بحييه جدا من خلالك عشان هو فريق دؤوب جدا، همه الشغل جدا، فعلا فكره التواجد طول الوقت مديانا اريحيه، ما حسسنا بثقه ان احنا مش لوحدنا، او ان احنا بنروح عند دكتور. احيانا في ناس تروح تدفع فلوس كتير جدا عند الدكتور واول ما يخلص الكشف هي مش عارفه توصل للدكتور تاني اصلا، يعني ولا عارفه توصل واتساب ولا عارفه توصل الموبايل، فدي حاجه انا بحييكم عليها. وكمان البنتين اللي كسبوا معانا هبه هبه وحنان يوسف الفتره دي كلها هم بيجربوا، والنتيجه انت قلت لي ممكن اسبوعين ثلاثه على الاكتر، وهم اللي بنفسهم
هيقولوا لنا النتيجه، وهم بنفسهم هيحكوا قد ايه الكورس فرق، بس اهم حاجه يكونوا ماشيين بالانتظام وبالخطه اللي انتوا حطيتها لهم او الفريق الطبي بيحطها لهم لما بيتكلموا معاه. دي حقيقه. فاحنا دلوقتي غيرنا القهوه الخضراء، خدنا كريم شد الترهلات عشان المناسبات وعشان العرايس وعشان الست اللي لسه والده ممكن تكون محتاجاه، لان طبعا الست بتطلع من الولاده نفسيتها زيرو. دي حقيقه. اكتئاب ما بعد الحمل ده بيبقى حاجه صعبه قوي. صح، بعد الحمل بيحصل انا مش هعرف ارجع لشكلي تاني، مش هعرف ارجع لوزني، مش هعرف اعمل اي حاجه في حياتي، خلاص انا حياتي وقفت، ده انا زدت كتير قوي. لا، هنعرف نعمل ده، هنعرف نعمل ده كمان عن طريق انه انا يعني عارفه عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي. هو الفكره مش ان انت بتديني حاجه علشان اخس، الفكره ان انا بخلق لك لايف ستايل، يعني نمط حياه تفضلي ماشيه عليه، بخلق لك ان انت بدل ما كانت معدتك كبيره وواسعه جدا وبتاكلي كتير قوي وعندك شراهه للاكل، عندك شراهه تجاه السكريات، قدرتي تقللي لي الكميات بشكل كبير. اقلل لك الكميات واظبط لك معدلات السكر في الدم بتاعك، لان طول ما معدلات السكر في الدم مظبوطه طول ما انا حاجتين مهمين مش موجودين عندي، ولا شراهه تجاه الاكل ولا شراهه تجاه السكريات. في قابلتي حالات كان عندها سكر وخفت؟ طبعا حالات كتير. في حالات كتيرة جدا كان عندها سكر من النوع التاني وكانوا بياخدوا أدوية كتير جدا، وأول ما بدأوا معانا في الأنظمة بتاعتنا وخسوا معانا تقريبا مثلا 20 أو 30 كيلو، بتبقى كل حالة حسب الفايل بتاعها أو البروفايل بتاع الحالة، سنها ووزنها وطولها وهكذا، بيخلصوا وهم مخلصين ما عندهمش سكر، يعني وداعا لمرض السكر. السكر راح مع السمنه. مع السمنه. ليه بقى؟ لان انا دايما بقول انه المشاكل اللي السمنه بتسببها لنا من سكر وضغط وكوليسترول ودهون ثلاثيه، مهما اخذت لها من ادويه فانت بتاخدي مسكنات. مش بتحلي المشكله، المشكله ما بتتحلش غير من جذورها. الجذور مش هتتحل غير لو انت خسيتي. اول ما بتخسي وبتنزلي في الوزن كل المشاكل الصحيه اللي بتواجهك، سواء كان عندك سكر، ضغط، دهون ثلاثيه، امراض في القلب، الحاجات دي كلها بتختفي. مع لو الناس اللي عندها مشاكل في المفاصل، العمود الفقري، الخشونه، الرقبه، الحاجات دي كلها، كل دي كلها نابعه من الجسم. السنة. ينزل كل حاجه تتظبط. دي حقيقة. الشكل يبقى افضل، الثقه في النفس بتعلى، الامراض بتروح بتختفي. طب قولي لي يا دكتور، ايه اصعب حاله قابلتيها في مشوارك ده؟ يعني قلتي الحاله دي قد ايه كانت يائسه وقد ايه جات لك كده محبطه ومش عندها ثقه في اي حاجه حتى فيكوا. على فكره في ناس تقعد مع الدكتور تبقى بتسمع منه الكلام، قول في الاخر انت بتقول لي كلام. صحيح، مظبوط. لا، كان عندنا والله حاله كانت تقريبا بعد 10 سنين او اكتر من 10 سنين جواز، مفيش خالص خلفه، وكان عندها يأس من كل حاجه، وما كانتش بتستجيب زي ما انت بتقولي لاي حد ولا لاي شخص يكلمها، ولا خسي ولا ما تخسيش، ولا لاي دكاتره، ولا حتى للدكتور المعالج بتاعها اللي هو المختص اللي هو دكتور النساء والتوليد. ولا اي حاجه، فقدت الامل يعني في كل شيء. الفكره ان احنا في الفريق الطبي او معانا لما بنلاقي حاجه زي كده بنشتغل على العامل النفسي. يعني اهم حاجه عندنا السيكولوجيه بتاعه الشخص، مش ان انت تقولي له انت هتاكل الصبح كذا وبالليل كذا وهو مش ناقص والعشاء كذا، يعني هي جايه لك اصلا خربانه مش ناقصه تعليمات. بالظبط. فهي طول 10 سنين اللي فاتوا دول بتدور في مكان غلط، تروح عند دكاتره يدوها انظمه، تروح عند دكاتره تانيين يدوها برده انظمه مختلفه بشكل مختلف، تروح عند ناس تانيين يقولوا ده انت الجيم هو الحل، انزلي اتمشي، اطلعي اجري، معرفش ايه. الناس دي ما ينفعش ان انا من اول يوم اقول له تاكل كذا ما تاكلش كذا، انزل اجري، انزل امشي، انزل. لا، لازم اكون واحده واحده بالراحه. بالظبط كده. هو اول ما ينزل كده اول اسبوعين ثلاثه تقريبا 7-10 كيلو هيبدا من نفسه، ايه ده انا عندي نشاط، انا هيبتدي يصدق بقى كل اللي انت هتقوله له بعد كده. بالظبط كده. فهي الحاله دي اول ما بدانا معاه بالراحه وارتاحت جدا ان هي لقت الوضع مختلف ولقت الكلام مختلف ولقت ان احنا مع الفريق الطبي ما بندلهاش انظمه ومش بنطبع لها ورق او بنبعت لها على الواتساب انظمه اللي هو افطري كذا وتغدي كذا وتعشي كذا، خالص هي لقت الموضوع مختلف تماما. لقت ان احنا بنقول لها هتفطري وتتغدي وتتعشي من الاكل اللي موجود في البيت. بس انت كده كده مع الكورس هتلاقي نفسك الكميات بتقل. وحصل فعلا. وحصل فعلا. طيب احنا معانا صور قبل وبعد، نزلوها لنا شباب كده، خلينا نشوف الفرق الرائع والرهيب
اللي محدش عمره يصدقه. ده كان 95 كيلو بقى 65 كيلو. أوه. دي واحدة خست 30 كيلو. خست 30 كيلو في 3 شهور. 30 كيلو لابسة نفس البلوزة بس تحس ان هي البلوزة راحت في حتة تانية. علشان يعني ده دايما بيحمس الناس انه تشوفي الفرق. فرق رهيب، فرق رهيب، نفس الكادر نفس كل حاجة، لكن الفرق شاسع في الشكل وفي في المضمون في الوقفة، واقفه بثقه بعد ما خست 30 كيلو. بيفرق في النفسيه جدا طبعاً. جدا يعني. وكمان الحاله دي من هقول لك عليها برضو حاجه مهمه قوي، الحاله دي كانت عندها خمول في الغده الدرقيه. تمام. الناس اللي عندهم خمول في الغده الدرقيه عارفين كويس قوي قد ايه الحرق بيكون معدوم، تقريبا صفر. ف يعني حرق معدوم، الناس دي اصلا بتبقى بيقول لك بشم الاكل بتخن. فتخيلي ان هي في 3 شهور تخس 30 كيلو، ده اعجاز وانجاز كبير جدا أساساً جدا. اساسا يا دكتور كمان الخمول في الغده الدرقيه ليه عيوب كتير غير التخن، بيخلي بني ادم هزيل مش قادر يتحرك، مع نشاطه معدوم تماما، ما بيقدرش يعمل اي حاجه. مظبوط. يومه بيبقى طويل عليه جدا. صح مظبوط جدا. فتخيلي بقى لما حاله تبقى بالمنظر ده وتبقى برضو عندها ياس ان هي مش هتخس، لان كل الناس اللي عندهم مشكله في الغده الدرقيه بيبقى عندهم انا مش هنزل في الوزن، انا مش هخس ولا كيلو على الميزان. فاول لما بيخسوا بيبداوا معانا ومع الفريق الطبي وينزلوا في الوزن ويلاقوا نفسهم ان هم بيخسوا وحياتهم بتتغير، بيتبسطوا جدا، لان دي تعتبر برضو من اصعب الحالات اللي احنا بنواجهها. ان انت تخسسي حد عنده مشكله في الغده الدرقيه او عنده خمول او مستأصل الغده، فدي طبعا بتبقى حاجه كبيره جدا جدا ومشاكل كبيره جدا يعني. طبعا. لا والبنات بقى لما بتخس يا دكتور حياتهم بتختلف، تلاقيها حبت الحياه، تلاقيها صدقت ان هي انها تقدر تكون حاجه، تقدر تنجح في حياتها، تنجح في شغلها، بتنجح مع جوزها، جوزها اللي كلغيها او شايفها لا شيء، بتبتدي مش تتطاول ولا تعلي صوتها ولا لا لا، بس بتبتدي يبقى ليها شخصيه، ملامح شخصيه بتظهر انها ما بتقبلش الاهانه. مزبوط. ما بتقبلش انه يقلل منها، ما بتقبلش انها تبقى خدامه في عند اهله ويستخدمها زي ما هو عايز، عشان هو طول الوقت محسسها انه بعطف عليكي واحمدي ربنا ان انا قبلك بوزنك ده. ففعلا الست لما بتخس بتبقى حاجه تانية، بتبقى حاجه تفرح القلب. مظبوط، دي حقيقه. عايزه اقول لك كمان حاجه مهمه جدا، انه احنا كستات بيفرق معانا جدا شكلنا، يعني اي حد يقول لك غير كده يبقى هو بيضحك عليك. انا كواحده ست اول لما يعني اول حاجه بعملها اول لما بنزل في الوزن اجري على الدولاب اطلع الحاجه اللي انا بقالي مثلا 6 7 8 شهور ما لبستهاش، على طول اجري اجيب البنطلون اللي انا ما كنتش عارفه. كنت مره عامله كده تحدي عندي مع الصفحه بتاعه الكورس اسمه تحدي البنطلون البلوزه، انه احنا دايما كده عندنا في الدولاب كده في ركن بعيد كده في بنطلون كده او بلوزه، دايما نقول ياه ده البنطلون والبلوزه دول كانوا بيجوا لي ايام ما كنت انا اول ما بدات موضوع ان انا اخس بقى لي فتره ان شاء الله بقى الكورس هننسي في 15 كيلو كده حلوين، طلعت لهم بقى طقم كنت لابساه كده وانا سليم خالص وقلت لهم ده التحدي، هلبس لكم الطقم ده اول ما اخس بقى واوصل للوزن اللي انا كنت بيه. صح. اللي هو 72 كيلو، كان حاجه ممتازه. أيوة. ربنا يرجعنا لليوم ده يا دكتور. معانا حاله عرضوها لنا قبل وبعد. يا الله. شفتي؟ ده 105. لا دي بقى دي قصه نجاح كبيره جدا. جدا. طبعا. لان الحاله دي كانت 105 كيلو بقت 75. فطبعا يعني هو حياته طبعا اتغيرت جدا. طبعا احنا شايفين ده كان شاب عنده كمان ايوه شاب وسنه صغير. ايوه هو طبعا كان عنده مشكله طبعا في منطقه البطن وكان عنده اللي هو التثدي اللي بيجي للرجال بسبب الدهون الزياده. فطبعا اللي هي منطقه الثدي بتكبر. ايوه مظبوط كده، بيبقى الدهون كتيره جدا. فطبعا ده اللي قدر يعمل معاه مفعول ونتيجه كبيره قوي، الحقن بتاعه الحرق. انا بالنسبه لي حقن في المنطقه دي لا ياخدها بياخدها عضل، الناس اللي بتخاف تاخدها عضل بتحطها على ميه. انا صراحه مبسوطه قوي بالموضوع ده. لا انا بالنسبه لي الحقيقه حقن الحرق بجد من يعني الهيروز او الابطال كمان بتاعه الكورس مع الكبسولات والنقط، لانه الامبولات بتاعه الحرق او حقن الحرق بتكسر الدهون بشكل يعني منظم، بتدخل على اماكن الدهون زي ما احنا كنا شايفين الحاله اللي معانا دي. بجد مش عايزه اقول يا دكتور الكلام مش هيخلص، واكيد اكيد هيبقى لينا لقاءات تانية طول ما النتائج مبهره لقاءاتنا مش هتخلص. أكيد. لان انت مدت لنا ايدك وقلت لنا انا معاكم في حمله
من احياها. وانا بشكرك وهفضل اشكرك واجدد شكري ليكي. كل ما في حالات هتتبسط اكتر، هتخس اسرع، هيبقوا عندهم ثقه بنفسهم. هنفضل مع بعض ومكملين في حمله من احياها، كلنا هنخس بصحه، بنقدم لكم وسائل تساعدكم عشان ما حدش يبقى ليه حجه. متهيألي العلم تطور قوي وما خلاش لاي حد حجه، ما حدش يقعد يحط لي ايده على خده ويقول اعمل ايه، اخس ازاي. في طرق كتير، مش قادر تعمل رجيم، في كورس، وفي نقط حلق، وفي شكريم شد الترهلات، وفي قهوه خضراء، وفي فيلم حضرتك. بس اهم حاجه ابدا، وان شاء الله كل حاجه هتبقى زي الفل. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا، وبشكركم جدا على حسن المتابعه، ودايما اشوفكم على خير. مواعيدنا خميس وجمعه الساعه 8 مساء على شاشه هي. بحبكم وتحياتي لكم، مروه عزام.